القراطيس دي بتتعمل ازاي؟ عجينه. طب اشرح لكم العجينه عشان تبقوا عارفينها برضو معايا شكلها ايه. العجينه دي انا مش عايزاها تبقى طريه قوي، انا عايزاها تبقى ناشفه سنه، مش عايزه فيها خميره عشان الخميره ما تطرهاش. هحط فيها بيكنج باودر. دي عباره عن ايه؟ هاخد كوبايتين دقيق، كفايه قوي بيعمل كميه كبيره من القراطيس. كوبايتين من الدقيق، ربع كوبايه من الزيت، معلقه لبن بودره او معلقتين، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج، رشه ملح ورشه سكر، ونعجن بميه. سهله قوي ان شاء الله. هناخد ممكن حتى عارفين بمعلقه، والله هتتقلب مش شغلانه خالص. كوبايتين دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه بيكنج باودر صغيره، رشه سكر، رشه دي يعني ربع معلقه مثلا، رشه ملح، سنه فانيليا، ربع كوبايه من الزيت، معلقه من البيكنج باودر، وهخلي البيكنج باودر للوش برده من اللبن البودره، واقلب دول كده مع بعض، واحط لها ايه؟ ميه، اعجن بشويه ميه. عجينه متماسكه ناشفه حلوه كده ماسكه نفسها. ليه بقى؟ انا هعملها قراطيس. هعملها قراطيس ازاي؟ زي قرطاس الورق؟ لا مش قرطاس الورق. عندي يا اما هلفها على القراطيس المعدن الموجوده في كل مكان وسعرها عادي جدا خالص مش غاليه خالص، يا اما ايه؟ يا اما هروح لفها على ورق المونيوم، ورق المونيوم اعمله زي القرطاس كده والف عليه الايه؟ العجينه دي. العجينه دي يا دوب بس بسيبها ايه؟ تستريح. ما طبعا تعرفين ما فيهاش خميره، فيا دوبك هسيبها ايه؟ تستريح بس. بسم الله الرحمن الرحيم. لفت العجينة ايه؟ ايه رأيك بالشغل الفخيم بتاع النشابة بتاعتي؟ تمام؟ هاخدها كده واروح عاملة ايه بقى؟ جايبة السكينة واعمل شرايط. بسم الله. كده كده ونيجي بقى هنا على القرطاس ده، عايز اقول كده عشان الوقت، واروح جايبه كده من اول البوس كده والف العجينه عليه بالشكل ده، هو هيستوي على الايه؟ على القراطيس دي. يعني انت مثلا لو هتعملي كميه كبيره هاتي لك كارتين وهخليهم عندك، بينفع في حاجات كتير جدا، في معجنات بقى، بينفعوا في ايه تاني؟ في كنافه، في حلويات، حاجات كتير اهي. واروح قطع من هنا كده في الاخر وحطها على صينيه بالشكل ده. طب انا ما عنديش، تمام، واروح عاملاها زي القرطاس العادي خالص اللي بنعمله ورق ده، تمام، بالحجم اللي انت عايزاه بالشكل ده، واروح واخده العجينه هي هي اللي انا كنت عامله بيها القراطيس دي، اللي هي عباره عن ايه؟ العجينه دي، دي عجينه بتبقى ناشفه شويه من غير خميره، بتبقى بيكنج باودر. خلي بالك ان الشكل اللي هتعمليه هيمشي عليها، يعني القرطاس معوج هتطلع بتاع معوجه زي حالاتي كده. ايه معايا كده حفيد؟ ما عجبوش انتحر. كمان مش عاجبك؟ مستحمل وعمال تلف فيا وكمان مش عاجبك؟ اهي كده بالشكل ده ضيق جدا. بقى عندي زي ايه؟ حته عيش كده زي القرطاس، جبنه بيضه شكلها حلو كده جوه ال بالفلفل الخطير، خضره، لازم خضره، بايه؟ بسنه زيتون بس اللي عندك، مش مهم حاجه شويه. اديها بقى ايه؟ الحاجات الحلوه الجديده علينا شويه دي، اللي هي ايه؟ الزعتر، ده موضه جديده، مش بس الحاجات المهمه والمفيده جدا، تمام. واروح حشوه بقى ايه؟ احشيها كده
كل يوم يفطروا مناقيش بلبنه والزعتر.